نبدا من فقره الصور الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ويانا مجموعه من الصور، نبديها من هذه الصوره الارشيفيه. صوره رائعه جدا، مدارسنا قبل، صفوفنا قبل، معلمينا قبل. الله، شوفوا قبل المفروض انه احنا هسه متطورين، احنا رجعنا لورا. شوفوا الصف او مر الرحلات، شوفوا النظام، شوفوا عدد الطلاب القليل، شوفوا العدد، يعني واحد يحس بالراحه من يشوف الطلاب. هسه حاليا لو يغيبون نصهم هم نشوف احنا اكثر. يعني للاسف ما مكتوب سنه، لكن يبدو انها صوره قديمه، قد تعود للسبعينات الثمانينات. وراها بدات الصفوف تكتظ، ولحد الان احنا نعاني من مشاكل كثيره. المفروض انه العراق بعد 2003 يتغير تغير جذري، يعني احنا غيرنا النظام باكمله، ومن ضمنها انه حتى يتغير موضوع السلك التربوي والسلك التعليمي، ويصير عندنا مدارس نموذجيه، ويصير عندنا صفوف نموذجيه. خلينا نشوف، يعني حتى اللي يقول انه قبل العراق، شوفوا العراق قبل شلون كان صفوفه رائعه ونظيفه ومرتبه، وعدد الصفوف بها او عدد الطلاب قليل. طيب الصوره الثانيه من الصور المؤثره، هذا الشخص، هذا الرجل الكبير في السن متقاعد، كان يعمل ضمن الدفاع المدني ضمن المطافي، ضمن طاقم المطافي، لكن رغم هذا عمله وحرصه، لانه يعرف هذا العمل انه انساني، ورغم انه رجل كبير في السن ومتقاعد، لكن هو ساعد زملائه في اطفاء احدى الحرائق في احدى البلدان. تحيه له ولكل شخص يبقى حتى لو طلع. الوظيفه تجري بدمه، العمل الانساني يجري بدمه. كانت امس ضمن الصور الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه تويتر. طيب نروح للصوره الثالثه. الصوره الثالثه من كوارث هذا القرن، من عجائب هذا القرن. نعرف كل الزين انه موضوع الطياره حساس، شيء يصير في السماء، يعني يقول المهندسين امس، كانت تعليقات كثيره من الناس المختصه بهذا الموضوع، انه لو ريشه عبرت على هذا المحرك مال الطياره قد تقع الطائره. هذا شخص باكمله، انسان بملابسه دم ولحمه، صاعد بالمحرك وملتقط صوره، راقد به الدنيا، ماكو بعد مكان، فحب يصور يلتقط. طبعا هاي الطياره على فكره جديده، توها واصل العراق، بوينغ 777، هي تابعه للخطوط الجويه العراقيه، سعرها 315 مليون دولار. واحنا بكل سهوله يسمح، طبعا هو مو بس هو الملام، المطار المفروض كله يعاقب. هو ولو وزير النقله سحاير بابنه، محتار هسه بالابن شلون يرجعها القضيه زين، فما يعرف بالدنيا شنو طشت او رشت. يعني اكو ناس موجوده بالمطار وعادي يصعد، شو صعد؟ بس أرد أعرف، صعد والتقط الصورة، التقط الصورة، إيش قال الروحة؟ أنت هسه من أخذت الصورة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إيش قلت الروحة؟ على العموم هذه الصورة، إذا كان وزير النقل يا ريت شوية شوية يترك ابنه، لأن قضية الابن مسخمة وملطمة، خليه يرجع يشوف شنو اللي جاي يصير. طيارة مشترينها قبل أيام وصلت لنا ب 315 مليون دولار، بكل وقاحة واحد يصعد يصور بالمحرك الخاص بي. هاي ما صايرة طيارة، حتى بالأفلام هالشكل ما صايرة، ما حد مسويها، ما حد متجرأ. هاي لقطة غريبة ونادرة وما تصير. طيب واحد يحكي، طيب نروح إلى الصورة اللي بعدها، شوف سوية الصورة اللي بعدها، و نشوف الناس كيف تنشر التوعية، كيف الناس حريصة على أطفالها. إحنا نزوجهم بعمر 9 سنوات، الناس اللي تقدر الطفولة وتحترم الطفولة. هذا موضوع توعية ضد موضوع التدخين، تريد تقول للناس اللي تدخن يم الطفل كيف أنت كأنما تخنق الطفل. هذا الدخان اليد على عبارة عن هو دخان السجائر، كيف أنت يعني تخيل أنه واحد فعلا قد يتخيلها الأب أو الأخ عندما يدخن أمام الطفل وكأنك تخنقه، فأنت تقبل بهذا المصير الطفل أنه يختنق. فهذه توعية رائعة لمكافحة التدخين أو الابتعاد عن الأطفال. لما تكون أنت شخص يعني تكون مدخن، ابتعد، إذا كنت بالبيت خارج البيت. رائعة من ضمن الصور الأمس انتشرت، يا ريت المدخنين يقتدون بها. طيب شوية نغير الأجواء، نروح إلى عالم الحيوان، العالم مريح، واحد إذا يريد يرتاح يروح لعالم الحيوان. من الصور اللي نختارها ونخليها آخر شيء حتى شوية نغير مزاجنا، هذه الصورة الفكاهية، مجموعة من البطاريق، يريد المصور يلتقطهم صورة، تجي الفقمة يعني هي بابتسامة رائعة وبفضول رائع، تجي تحاول انه تكون هي معهم في الصورة. والله الحيوان ذكي جدا، والحيوان مرح جدا وعفوي جدا، يعني فتشي، يعني من واحد يشوف الصورة فعلا يحس انه الدنيا بعديه بخير.
طيب هذه مجموعة الصور اليوم اللي كانت ويانا ضمن الصور الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.